في أستاذنا الكريم هذا التحليل قد يكون به مجاملة لكن ما يعطي الحقيقة للشعب العراقي. الحقيقة بأن هنالك عملية احتقان وهنالك غضب من الطرفين، حتى أكون منصف، غضب من الطرفين. يعني اليوم بدأ التيار الصدري يأخذ عملية احتقان بصورة جدية، بحيث اليوم وصل إلى حد القتل، قتل وسطت به. يعني اليوم قامت أطفال تروع، قامت نساء تخاف، قامت رجال تلزم سلاحها وتنطر ببيوتها. وإلا البارحة ضربوا قائد من القوات، قبل كم يوم انضرب قائد من القوات، قبلها واحد. يا سيد الكريم، هذا عملية الاحتقان يجب أن يسيطر عليها من الطرفين حتى نكون منصفين. الطرف